معانا دلوقتي من ضمننا في هذه الاثناء كابتن احمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره الطائره. كابتن احمد اهلا بحضرتك، برحب بيك، والنهارده يعني استعداداتكم لاستضافه المباراه هنا في اسماعيليه ومباراه اليوم الاهلي والزمالك. مرحب بك قناه النادي الاهلي في نهايات الدوري العام الممتاز لكره الطائره اللي بينظمه الاتحاد المصري باشتراك مع منطقه الاسماعيليه لكره الطائره. ان شاهدت مباراه اللي قبل ده، مباراه الطيران وسبورتنج انتهت 3-2، وفي مباراتين دلوقتي، مباراه الجيش ومباراه سموحه، والمباراه القمه بين الاهلي والزمالك ان شاء الله المرتقبه في نهايه الدور الاول. كابتن احمد، كان مباراه النادي الاهلي والزمالك كان محدد لها ثمانيه مساء. احنا طبعا شايفين من الظروف ان ماتش سبورتنج خلص بعد سموحه والجيش ماشي سجال، يعني ايه اللي اخر المباراه او كان ممكن يتم تفادي تاخر المباراه او ايه اللي تم بالظبط؟ لا، هي طبعا الدورات المجمعه بيحدث فيها هذا قبل كده، هي الحاجات ديت طول المباريات السابقه. مباراه بتطلع 5 جيم، ما نقدرش ان احنا نلعب على صالتين، كان في صاله ثانيه بس صاله صغيره عشان يبقى في تكافؤ فرص لجميع الفرق. واحنا كاتحاد طايره مباريات، 4 مباريات في اليوم، والفرق والمديرين الفنيين عارفين ان في مباريات بتتاخر، فاعتقد دي شيء طبيعي بيحدث في اي اتحاد او اي دوره مجمعه بيحدث فيها هذا الحدث. يعني احنا كنا بس بنسال حضرتك للتوضيح وعشان المشاهدين يبقوا في الصوره معانا، الاستعدادات بقى للفتره الجايه، يمكن الدور الثاني او الجوله الثانيه من مباريات الدوري هتبقى برده هنا في اسماعيليه، يعني كلمنا على الاستعدادات والفتره الجايه بشكل يعني في البدايه. انت خدتنا على طول كده، انا بس بمشي على كابتن خالد العوضي وضيوف الكرام كابتن نور عطيه وكابتن هاني مصريح وكابتن وائل العايدي المحللين في الاستوديو، ودايما اسره كره الطايره مجتمعه لنهائيات او لمصلحه كره الطايره في مصر. احنا استعدادنا دي نهائيات الدور الاول هتنتهي ان شاء الله النهارده، هنبدا الدور الثاني الاسبوع القادم. بندي فتره راحه للانديه عشان استعداد للبطوله الافريقيه حوالي 13 يوم، لان الانديه في انديه تعمل معسكرات خارجيه ومعسكرات داخليه، ان في 4 فرق من مصر مشتركين في البطوله العربيه البطوله الافريقيه للانديه اللي بينظمها النادي الاهلي للعام الثاني على التوالي. ونتمنى ان تطلع بطوله كعاده النادي الاهلي في التنظيم وفي البطولات او للرجال. بعد كده عندنا نهايات الدوري بعد البطوله الافريقيه، الفرق هتاخد راحه 10 ايام بعد البطوله، هيبدا نهايات الدوري، هينتهي الدوري المصري يوم 26/4 عشان عندنا ارتباطات دوليه خلال شهر يونيو ان شاء الله. كابتن احمد، شكل الدعم اللي بتقدمه، كان زي ما حضرتك قلت 4 فرق مصريه بيشاركوا البطوله الافريقيه، شكل الدعم اللي بتقدموه للفرقه دي في الفتره الجايه؟ دعم مادي للانديه، سواء فني او دعم بمعسكرات او دعم الاتحاد او حتى دعم بالتنظيم، يعني شكل الدعم بشكل عام اللي بتقدموه للانديه. لا، ان احنا ان تيجي البطوله في مصر دي بمشاركه من الاتحاد الافريقي برئاسه الدكتور عمرو علواني، ان الاتحاد المصري طلب البطوله وطلبها ان تتنظم للعام الثاني في التوالي، رغم ان كانت المنافسه الشرسه بين الترجي التونسي، الاتحاد المصري تدخل مع النادي الاهلي مع الاتحاد، البطوله تتلعب في مصر، ده دعم للفرق القوميه وللفرق المصريه ان البطوله تتلعب في مصر. لما البطوله تتلعب في مصر ليها ابعاد ثانيه خالص، ليها راحه نفسيه للاعيبه، التكلفه بتقل، التنظيم نفسه اللي احنا كتعودنا كانديه مصريه التنظيم في كوادر موجوده سواء في النادي الاهلي او الانديه الاخرى اللي بتنظم او الاتحاد المصري كره الطايره، فدي عشان كده احنا دي ده دعم للمصريه. الدعم الاخر ان احنا بنوفر لهم الوقت المساحه الزمنيه للمدربين عشان في فتره معسكرات وفتره يعني بعد الدوري بيحدث، عملنا بين الدور الاول والدور الثاني فتره طويله للبطوله الافريقيه، فده الدعم اللي احنا نقدر نقدمه للانديه في الفتره القادمه ان شاء الله. كابتن احمد، ولك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا شكرا كابتن، الف سلامه. كابتن خالد، دي كانت لقاءاتنا الى الان سويس بالاسماعيليه ومتابعه مباراه الاهلي والزمالك، وفي هذه الاثناء اللي بكلم فيها حضرتك النتيجه بين الجيش وسموحه التعادل في الاشواط 1-1، وتقدم الجيش على سموحه في الشوط التالي 8-6.